السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم زي ما هو مكتوب في الفيديو التقدير، سوف أشرح لكم درس التقدير. التقدير داخل في الضرب، في القسمة، في الزائد، في الناقص. التقدير في البداية، ما هي الأعداد الكريمة وما هي الأعداد التي لا تعطي أي البخيلة؟ الأعداد الكريمة هي 5 و6 و7 و8 و9، 5 أعداد. أما الأعداد البخيلة الصفر والواحد والاثنان والثلاثة والأربعة، نفس الشيء 5 5 5 5. طيب هذه الأشياء لازم أن أنتونا تحفظوها. أما أن أنتونا تقولوا الأعداد الكريمة أو الأعداد التي تعطي، هذه الأعداد ما تعطي، الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، شنو يعني ما تعطي؟ مثلا إذا على سبيل المثال قلت لك قدر ناتج الجمع، قلت قدر صح، مثلا 28 زائد 13، على طول بنحط أسهم هنا، نشوف الجارة، الجارة جارة العشرين، جارة العشرين هي أحد، وجارة العشرة هي ثلاثة. الجارات هنا، الثمانية كريمة تعطي، فبصير العشرين بصير 30، 13، الثلاثة بخيلة، ثلاثة ما تعطي، فبصير 10. نجمع الآن عادي، 0 زائد 0 0، 3 زائد 1 4. أهم شيء إن إحنا نشوف الجارات. طيب الآن مثلا أي رقم، مثلا 34 ناقص مثلا 27. 34، الأربعة نشوف الجارة، هذا الآحاد، جارة 30، الأربعة، هل الأربعة تعطي؟ لا، لا تعطي، فبصير زي ما هي 30. العشرين نشوف جارتها، جارتها مين؟ السبعة، هل تعطي؟ تعطي، كريمة، فبصير العشرين بصير 30، 30 ناقص 30 0. طيب 0 1 أو 0، it's up to you. أهم شيء في الموضوع في التقدير، أهم شيء إن أنتم تحفظوا الأعداد. هذه قاعدة مهمة أنكم تعرفوا إن الأعداد الكريمة هي التي تعطي، أما الأعداد البخيلة هي التي لا تعطي. وبكذا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أنكم فهمتوا التقدير، وأتمنى الفيديو ينال على إعجابكم. بالتوفيق إن شاء الله للجميع.